السلام عليكم ورحمة الله. هذا التمرين 3 + 1 - A يساوي 4، فأوجد 3 + A - 2 / O - 1. أول شيء خلينا نشتغل بهذا 3 + 1 + 2 - A يساوي 9 × 3 / A. من العلاقة الأولى 3 × 3 / A هو 4، وبالتالي 3 / A هو 4 على 3. نعوض في الأولى، بدال 3 / A ب4 على 3، صار النتيجة 9 × 4 على 3. 3 × 9 = 3 × 4 = 12، وهي هي الإجابة. بيعطيكم ألف عافية.